مدرسة بنات فيصل الحسيني الأساسية سيدة سمر سمارة لحتى نتعرف بتفاصيل أكثر حول المبادرة التي أطلقتها المدرسة دعم تعلم الطلبة ذوي الصعوبات في التعلم وذوي الإعاقات. بتفاصيل أكثر حول هذه المبادرة خلينا نكون مع سيدة سمر. مساءك سكر. يسعد مساكي أخت إسراء ولجميع المستمعين الكرام. شكرا لك سيدة سمر. خبرينا تفاصيل أكثر حول هذه المبادرة. صراحة مبادرتنا كانت هي نابعة من رؤية المدرسة اللي هي كان رؤيتنا المدرسة اللي هي نحو بيئة صحية وتعليمية آمنة وجاذبة للطلبة والعاملين. فحتى نوجد بيئة صحية وتعليمية آمنة وجاذبة لكل الطلبة لابد من مراعاة الفروق الفردية وصعوبات التعلم والتأخر الدراسي. فمنذ استلامي لهذه المدرسة فيصل الحسيني وجدت هناك معلمة غرفة مصادر، وهذه غرفة المصادر لا توجد في كل المراكز أو في كل مدارس فلسطين. وأيضا كان عندي رؤية من السابق وفي أفكار عديدة إنه طلابنا بحاجة لدعم وتواصل، وطلابنا يعني بصراحة لا يمتلكوا نفس القدرات. فمن اطلاعي على أدوات تقييم معينة يتم استخدامها بغرف المصادر لأهداف متسلسلة لإيجاد الطالب الذي يعاني من صعوبات تعلم من أجل متابعته بحصة أو حصتين في اليوم، حصة للغة العربية والرياضيات. وأيضا كان هذا الشيء يعني ساعدنا في أنه الفكرة هاي يعني مع الأفكار السابقة إنه الطلاب عمالهم بينتقلوا من صف لصف بضعف في المهارات الأساسية باللغة العربية والرياضيات. يعني ممكن توجد طلاب في صفوف عليا لا يمتلكوا هاي المهارات، وللأسف هذا بنعاني منه في كل مدارس فلسطين أو حتى في الوطن العربي. فبدأت الفكرة يعني تتبلور عنا في المدرسة فيصل الحسيني كانت كفريق بتكون من مديرة المدرسة سمر ومعي معلمة المرحلة الأدبي اللي هي سناء أبو بهاء ومعلمة غرفة المصادر اللي هي عبلة مصطفى. كفريق ويعني طرحنا عدة أفكار وتناقشنا فيها. طالما إنه الطالب عنا بنمتلك وإحنا في بداية الدنيا بيكون مثل العجينة، يعني بإحنا بإمكاننا إنه نشكله. فهذا الطالب لابد من الكشف عن المهارات اللي هو بيمتلكها. فبدأنا في اللي هو إعداد أو التطبيق اللي هي الامتحانات التشخيصية أو الاختبارات التشخيصية. وهاي الاختبارات يعني هي من معظم المديريات، يعني إحنا بمديرية رام الله قسم الإشراف هاي الاختبارات يتم تعرض الطلبة لإلها في بداية العام الدراسي. هاي بتكشف عن المهارات اللي بيخفقوا فيها الطلبة. طبعا احنا الخطوة التالية بعد الاختبار اللي هي تحليل النتائج ورصد اللي هي ابرز المهارات اللي اخفقوا فيها الطلبة بشكل عام، حتى يتم اعداد خطط علاجية، وعلى الاغلب تكون خطط علاجية عامة يعني للصف ككل. فانت بتحكي عن انه احنا بدنا نرصد جوانب ضعف، يعني بده يكون المعلم يعني بده يطلع معاه يبرز انه مهارات عديدة للطلبة. لكن اخت اسراء ولكافة المستمعين، اللي احنا عمالنا بنعيشه في صفوفنا ومع طلبتنا انه حتى لما نكشف عن المهارات بنوجد انه المهارة نفسها يعني كل طالب بيكون الضعف في مهارات شكل. فاذا بنحكي عن صفوف عنا باعداد يعني هائلة زي في مدارس المدينة بنحكي عن صفوف حوالي 40 طالب فيها، يعني بما معناه المعلم صار بين ايديه عدد من المهارات اللي بيخفقوا فيها الطلبة في العربي او في الرياضيات، ومطلوب من المعلم يعد خطة علاجية. وبعد الخطة العلاجية مفروض انه يوجد اوراق عمل علاجية. طيب اذا احنا بنحكي عن معلم وهذا المعلم بين ايديه منهاج والمنهاج مرصود لوقت معين، وبيحكي عن معلم ايضا مطالب بانشطة عديدة لا منهجية، ايضا عن اعداد يعني تتراوح بدناش نقول بين 25 ل 40 في صفوف المرحلة الدنيا. فهذا يعني صار عندنا انه احنا كمان بدي احط حالي محل المعلم. اذا انا كانساني او كمعلمه كنت في السابق معلمه وكاني بطالب المعلم بايجاد اوراق عمل لحتى لنفس المهاره، ممكن اعمل ورقه عمل ماشي الحال، لكن في نفس الوقت الطلبه كلهم مش بنفس الطريقه، مش نفس المهاره بدي اعالجها. مهارات عديده، فبما معناه اني انا بدي اوجد اوراق عمل عديده وبدي اوجد كمان وقت، الوقت ما مش بين ايدين المعلم. طيب. المعلم زي ما حكيت عنده منهاج. نعم سيدي. هون توجهنا لتصميم اوراق عمل. هاي اوراق العمل متسلسله
لمعالجة جوانب الضعف في مهارات اللغة العربية والرياضيات بالذات. الحلو في أوراق العمل هاي إنه هاي الأوراق فعلا بلشت من لا شيء، من هدف بسيط ومتسلسل للأهداف الأعلى فالأعلى فالأعلى. نعم. طيب سيدة سمر، يعني أنت بمختصر لخصينا كل المبادرة وحتى الصعوبات اللي واجهتوها، كيف أنه تم التعاطي معها أيضا، فخبرينا قديش بالفعل كان يعني النتائج إيجابية مع الطلبة، وقديش بالفعل حبوا الأهل هاي المبادرة؟ طبعا إحنا بالنسبة للمبادرة إحنا بنحكي عن التصميم الأوراق، لكن نعم. إحنا كبشر يعني كطلبة يعني كلنا بحاجة إلى الدعم والتعزيز النفسي. احنا كنا بنشتغل على جانبين اللي هي الاوراق العمل توفيرها وتصميمها بشكل متسلسل اللي تكون بحيث تكون دليل مرجعي للمعلم. نعم. دليل مرجعي بحيث انه مثلا انا كمديره اقدر اتابع المعلمين، انا بوفر لكم الورق بالنهايه او الاوراق العمل، بنطبق مع الطالب ورقه العمل وبتسلسل في تواصل مع الاهل، الاهل بيعرفوا انهم سلموني ابنهم او كانت عنده مهارات معينه فيها ضعف بيعاني منها، لكن بعد فترة بقدر يرجع يشوف أنا وياه إنه نشوف ابنه وين كان وين صار. صح. ردة الفعل الأهل كثير كانت رائعة، والحمد لله رب العالمين، الرضا رضا الأهل يعني أكيد رائع. ثقة الأهل بالمدرسة كثير يعني أصبحت رائعة، أصبحوا الأهل ما بترددوا إنهم يجوا للمدرسة لأنه ابنه بيعاني من مشاكل عديدة وإنه ابنه ضعيف. بالغالب حتى هذا الأهل ما بيوصل المدرسة، لكن هيك صار في تواصل. وكمان إشي تاني إنه الطلبة صار يحب المدرسة أكيد. لأنه صرنا نشركهم ونحس فيهم ونعطيهم طبعا دعم نفسي واجتماعي متواصل من الكل. نعم سيدة سمر، خبرينا عن تطلعاتكم المستقبلية من خلال هاي المبادرة. طبعا مبادرتنا كانت للعام 2013 و2014، أخت إسراء إحنا كانت تطبيقها من معلم أو معلمين. نعم. السنة هاي 2015-2016 استمرينا فيها وحددنا فئة، يعني هاي ممكن المبادرة يستفيدوا منها كل المدارس وكل الصفوف، لأنه إحنا بنحكي عن مهارات أساسية، أحياناً ابن صف 11 أو 12 ما بيعرف يكتب. صح. بالذات الطلب الوافدين من الدول الأجانب، يعني بيكونوا رائعين في مواد أخرى لكن لا يمتلكوا المهارات الأساسية في العربي. المعلم هون بيكون بتخبط مش عارف يتعامل معهم، والطلبة أذكياء مش عارفين يلحقوا المنهاج صعب جداً. صح. فهي المبادرة جداً رائعة، وإذا إحنا وجدنا الدعم يعني احنا بنشتغل في مدرستنا كفيصل الحسيني، هسه كل معلمات دخل عندهم هاي يعني زي كأنه صار منهاج موازي المنهاج الأصلي. رائع. مهارات أساسية تواصل مع الطالب، هسه كل طالب له ملف ومتابعين معه مع الأهل والمشرفين كمان لهم دور معنا بتابعوا أحيانا تمام وإن كانوا، وبنتواصل العام القادم سنستمر أيضا بالمتابعة مع هاي الطلبة إن شاء الله. إن شاء الله، يعني يعطيكم ألف عافية على هالمبادرة الرائعة. السيدة سمر سمارة مديرة مدرسة بنات فيصل الحسيني الأساسية، يعطيك ألف عافية يا رب. إلى اللقاء. شكرا لك أخت إسراء. شكرا، يعطيك العافية.